شهيد بالروح بالدم، نفديك يا شهيد بالروح بالدم، نفديك يا شهيد. قدم سلاحك. ليس هناك كلمات تصف الشهيد، لكن قد تتجرى بعض الكلمات لوصفه. فهو شعلة يحترق ليحيى الآخرين، وهو إنسان يجعل من عظامه جسرا ليعبر عليه الآخرين إلى الحرية، وهو شمس أشرقت وقد حل الظلام وانتشر الحرمان والاضطهاد. باسم قوى أمن الداخلي في مقاطعة منبج، نعزي أنفسنا وعائلة الشهيد فيصل وكافة الرفاق والرفيقات. مرة أخرى نجتمع هنا نودع وردة أخرى من ولود الحديقة الأمة الديمقراطية، نجدد عهدنا وقسمنا لشهيد فيصل وكل شهدائنا الذين سبقوه، ونقول لهم بكل فخر واعتزاز: بكم نزداد إصرارا وعزيمة. أيها المقدسون، سنكمل طريق الذي رسمتموه في دمائكم الطاهرة. كنتم شعلة الذي تنير طريقنا، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وكلنا مشروع الشهادة. نجتمع اليوم في هذا المكان المقدس والمبارك من كافة أبناء مدينة منبج، كافة مكوناته، للودع بطلا من أبطال هذه المدينة، مدينة الشهداء، باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها. نعزي أنفسنا أولا باستشهاد رفيق فيصل، ونعزي قوى الأمن الداخلي، ونعزي عوائل الشهداء كافة وأمهات الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم في سبيل هذا الأرض، في سبيل أن يكون وطنهم ومدينتهم بأمان وسلام. الولادة رأس عين الحمر 10/4/1994، مكان وتاريخ الانتساب منبج 30/9/2019، مكان وتاريخ الاستشهاد منبج 8/11/2022.